بفضيحة تحكيمية بقيادة محمود البنا ومحمد الحنفي، الأهلي يخسر 3 نقاط أمام البنك الأهلي. مخرجنا سمير عكاشة عرض لنا اللقطة علشان نوضح اللقطة أمام السادة المشاهدين. دي لقطة ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، عايزين نعرض اللقطة من ورا. اللقطة دي مش محتاجة حكم، اللقطة دي محتاجة إنسان عنده ضمير. في كرة زي دي النادي الأهلي كان متقدم بهدفين وكان ممكن ينهي المباراة هنا. ايد ايمن اشرف كانت جنبه والكره طالعه، ايديه بتكبر جسمه. ركله جزاء صحيحه 1000000% للنادي الاهلي، كان متقدم النادي الاهلي 2-1، لو احتسبت للنادي الاهلي كان تقدم النادي 3-1 وكانت حسمت المباراه تماما لصالح النادي الاهلي. فضيحه تحكيميه بقياده الكابتن محمود البنا والكابتن محمد البني محمد الحنفي. كان متقدم النادي الاهلي بنتيجه 3-2، لو احتسبت ركلة الجزاء الصحيحة 1000000% للنادي الأهلي كانت تغيرت المباراة تماما، لكن التحكيم المصري كان له رأي آخر في مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي. بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، دايما مساندين للتحكيم المصري، بنقول عايزين التحكيم المصري يكون موجود، لكن هو ده المشهد اللي دايما بيظهر فيه التحكيم المصري للاسف. تحياتي كابتن اسامه، تحياتي الكابتن الشريف بنام، كابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. كابتن اسامه، دايما النادي الاهلي قناه النادي الاهلي بنقف مع التحكيم المصري وبنسند وداعمين للتحكيم المصري، وقلنا دايما دايما لما بيكون في ايجابيات بنطلع نتكلم فيها، لما بيكون في سلبيات محدش يزعل، يعني محدش يزعل مننا يا كابتن شريف. النهارده لما النهارده التحكيم بيحرم النادي الاهلي من 3 نقاط مستحقه، بداية النهاردة التحكيم بيحرم النادي الأهلي من 3 نقاط مستحقة. ليه؟ لأن النادي الأهلي كان كسبان 3-2، ركلة الجزاء صحيحة، وضوح الشمس يا كابتن شريف، وضوح الشمس. يعني أنا بتخيل يا بنا، بعد إذنك يا بنا، أنت المفروض أولا تحسب اللعبة ديت لعبة سهلة جدا جدا. هنروح للعبة بس في البداية، هنروح للعبة ونحللها يا كابتن. إحنا مش هنقول كلام، مش هنقول كلام يا كابتن أسامة. بعد إذنك يا أسامة، بس يا سمير بعد إذنك دي واحدة. كابتن أسامة تاني، النادي الاهلي كسبان 3-2، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس. هل الحنفي والبنا نتيجه المباراه ما خليتوش يحتسب ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي؟ يا كابتن ده حق النادي الاهلي، ولو هي للبنك الاهلي هنقول الكلام دوت، سواء للبنك او الاهلي، ولكن دي ركله جزاء ما فيش فيها افصال يا كابتن بلال، ما فيش ابدا فيها افصال. انت بتتكلم في ركله جزاء، الايد بتخرج خارج نطاق الجسم ساعه ما الكره بتتلعب. يعني لو الايد النهارده في جنبك يا كابتن اسامه، والكره اتلعبت وجت وهي في ايدك في جنبك، هنقول يستمر اللعب. انما النهارده بتتكلم في ايه؟ الايد كانت في وضع ايمن اشرف، ساعه ما اتعاملت يا كابتن بلال الايد خرجت، طلع ايده، طلع ايده. ركله جزاء هو ده القانون يا جماعه، هو ده القانون. النهارده ركله جزاء، والكره دي ما فيهاش تحت فرصه، من فوز من فوز. الكور دي ما فيهاش تحت فرصه عشان الناس تفهم. لا مفيش فيها تحت فرصه، البلانتي ما فيهوش تحت فرصه كابتن، عشان الناس تفهم. تعالى تعالى يا كابتن، اداله تحت فرصه، ما فيش تحت فرصه في كره زي كابتن. هنشرح اللعبة عشان يبقى كمان طيب. كلامنا مقنع. خلينا مع كابتن ناصر. تعالى يا كابتن، واحدة واحدة كده يا سمير، بعد إذنك معايا. هنا بتتلعب الكرة من حسين الشحات، تمام؟ اليد كانت فين؟ ارجع تاني يا أسامة بعد إذنك، ارجع. هنا لحد دلوقتي فين إيدك يا كابتن أسامة؟ إيده كابتن بلال جوه جسمه، خلاص جوه جسمه. لو جت في الوضع ده يستمر اللعبة يا كابتن شريف، ما فيهاش حاجة، احنا متفقين على كده، هي دي المعايير. هنمشي بعد ما الكرة طلعت وراحت، اللي هي البوينت أوف كونتاكت، اللي هي نقطة لما الكره جت في الايد. الايد هنا كانت فين؟ بره الجسم، بره الجسم. ماشي يا سمير، ماشي. شوف الايد راحت فين يا كابتن ايمن، ايمن اشرف. شوف بس، بالله عليك يا جماعه، هذه هي حاله، انا بقول حاله فضيحه تحكيميه. هو لحظه يا كابتن ناصر، هو واقف، الوقفه بتاعته دي هل مغطيه على عليه الرؤيه كابتن؟ حتى لو لا اكمل بس فين الفار؟ انا اكمل بس فيها، ما انا عارف انا اكمل فيها بس سؤال. ماشي، هو بيغطي عليه كابتن حتى لو اوكي قول. يبقى الفار بقى ماشي. يرجع له. هذه الحاله ليس لها مبرر كابتن. لا هي ليها مبرر واحد انا عارفه. هم دائما النادي الاهلي لما بيكون كسبان، حته الفار بالنسبه لهم يقول لك لا ما حسبش، عدي عديها. حصلت معانا سنتين وانا بحذر من هنا، سنتين حصلت معانا، خسرنا 18 بونت من الفار في سنه، السنه اللي بعديها كسبنا 14، خسرنا 14 بونت من الفار. فمن البدايه كده احنا عايزين نقول
انه مش هتفضل كده كتير يعني. المفترض انك تديني حقي كسبان 500-0، اديني حقي. كابتن اسامه، تاني انا حتى البنا لو قلنا ان هي الكره الناس حاجبين، يا كابتن بلال حاجبين، انا اسال سؤال، الفار يا جماعه، طب خلاص الفار لو مش لازمه ما تشتغلوش بالفار. النهارده الفار المفروض النهارده يتدخل، يا كابتن اسامه، النهارده حاله من الحالات المفروض النهارده الفار كان تدخل فيها. هجيب لك زاويه يا كابتن ناصر، يا ريت مخرجنا سمير عكاشه يجيب لنا الزاويه الخلفيه. الزاويه دي يا كابتن ناصر دي واضحه للاعمى. بص هنا الكره، ايد ايمن اشرف، بص الايد هنا راحت فين، خرجت. بص كرة بس تلامس. تمام، بص يا كابتن، الزاويه الخلفيه واضحه، ماشي. علشان كده بقول لك دي مش محتاجه حاجه، الكره نزلت تحتيه، محتاجه واحد عنده ضمير. الكره وقفت تحتيه على طول، عمل بامبر. هذه الحاله التحكيميه مخالفه لمس الكره بيدي يا كابتن بلال، لو اتعرضت على 20 محاضر، 20 محاضر، ال 20 محاضر كلهم هيقولوا ان دي ركله جزاء صحيحه. والله ما عاوز محاضر، اي واحد ماشي في الشارع يا كابتن، ان دي ما فيش فيها المعايير عندنا يا كابتن بلال، المعايير واضحه جدا جدا، فيش فيها اختلاف يا كابتن اسامه. انا بقول النهارده ان هذه المباراه في البدايه 3 نقاط بيضيعوا النادي الاهلي، النادي الاهلي كسبان 3-2، ركله جزاء لم تحتسب، 4-2 ممكن المباراه انتهت. النهارده المباراه بتروح من النادي الاهلي بسبب خطا تحكيمي كارثي واضح جدا، ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، بنقول ان ايمن اشرف الايد بتخرج خارج نطاق الجسم، كبرت حجم الجسم، ركله جزاء الحكم ما شافهاش او شافها او هو تمركزه خلاص، ده مش مشكلتي انا. ليه محمد الحنفي ما استدعاش؟ انا هنا حكم الفار لابد ان هو يتدخل. يعني حضرتك انت النهارده في الفار، مع احترامي لكل، انت حكم كبير يا محمد، وانت حكم كبير، هات الحكم يشوف يا كابتن بلال. لو انت معيارك ان يستمر اللعب فيها، الحكم هو له القرار الاول والاخير فيها، هات الحكم يشوف وادي الحكم ياخد قراره. ولكن البنا ما شافهاش كده في الملعب، البنا لو شافها كده في الملعب اعتقد كان حسب. ولكن هنا اين دور الفار يا كابتن اسامه؟ مفيش دور. بدايه، انا بقول بدايه مش مطمنه، مش عايزين نقول يعني هنقول ان النادي الاهلي مره واحده بيقول التحكيم، لا، احنا ياما وقفنا مع التحكيم وسندنا التحكيم وكل برامجنا بنقف مع التحكيم المصري يا كابتن اسامه، ولكن لما تيجي تضيع مني 3 نقاط في بدايه احنا محتاجينها، النادي الاهلي محتاجها بسبب خطا تحكيمي واضح جدا، اعتقد ان الامور مش كويسه، خاصه هذا الخطا مؤثر يا كابتن بلال. ليه؟ كل مره بنقول النادي الاهلي، نتيجه النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بيغطي على الاخطاء التحكيميه، تمام؟ النهارده لا، النتيجه النهارده النادي الاهلي خسر، وخسر بخطا تحكيمي كارثي. لو الاهلي النهارده كسب كنا هنقول اه خلاص خطا مش مؤثر، ويا جماعه راجعوا نفسكم، لكن لا كده الكلام ده. دي حكام اللي بتتوقف، دي حكام دول اللي هم الدوليين دول اللي بيعتبروه من احسن الحكام اللي موجودين عندنا، دي كارثه، دي الحكام دي لازم تتوقف. فاكر الدوري اللي كان من سنتين؟ هو ده اللي بقول لك، 18 بوند، 2022 18 بوند، خطا ايضا كان امام النادي الاهلي، مش خطا واحد، محمد سلامه الحكم وقتها، وكان الهدف لايمن اشرف وكان هدف صحيح، واحتسبوا ضد النادي الاهلي واحتسبوا فاول وقتها. انا باحساسي بلقطه زي دي، ان الدوري السنه دي بعد ما اشدنا بالحكام وبعد كاس الامم وبعد ما كان في طفره في اداء الحكام، انا احساسي الشخصي ان التحكيم المصري رايح في حته مش مظبوطه، وباينه في اللقطه دي. لو في نيه او في سلامه نيه، النهارده محمد الحنفي يستدعي البنا، يبقى في مشاوره في لقطه زي دي مش محتاجه تدخل اساسا. بالظبط كابتن البنا النهارده، انا بتكلم كمان، يمكن البنا النهارده، كابتن البنا النهارده، انت حكم يعني من الحكام اللي احنا يعني بنحترمك كحكم، واحنا بنقدر انك انت حكم كبير، لكن النهارده كمان البنا النهارده في المباراه يا كابتن، اخطاء احنا ما جبناش الحالات التحكيميه، اخطاء شد، اخطاء مسك، اخطاء فيها بطاقات انذار، في بطاقات عقوبات انضباطيه، ما فيش الكلام ده النهارده. البنا كمان تيجي بالخطا الكارثي، احنا قلنا كل الاخطاء دي اللي هي الصغيره يا كابتن بلال بتعدي، مفيش مشكله، ولكن لما يبقى هذا الخطا وهذه الايد اللي هي في وضع خارج تاني، بنقول ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، ما ينفعش ما تحسبش. بعد اذنك كابتن، ده رامي ربيعه رايح ياخد الكورنر بتاعنا، الراجل شادد الفانيلا، ها، بيشده من الفانيلا عادي جدا وبيجري بيه، ورامي بيجري بيه ولا جابه. دي حاله من الحالات اللي احنا يعني كابتن، دي معانا الحاله دي، بقول لك اتفرج عليها معانا، الشد موجود في ركنيه، رامي ربيعه رايح والشد موجود، والفار ما تدخل ولا واقف قدامه، لا واقف قدامه. سمعتنا على التحكيم يا كابتن اسامه، ولكن اللي بقى خطا يا كابتن بلال، يا كابتن اسامه خلاص، يعني انا اتحدى اي حد، قول اهو انا مسؤوليتي، اتحدى اي حد. يمكن الصيام مأثر عليهم، من المحللين الصيام مأثر عليهم تفتكر؟ طب ومين يدفع الثمن يا كابتن ناصر؟ كابتن بلال، يبقى لقطه زي دي يا كابتن ناصر، مش عارفين نلعب في الصيام يا جماعه. كابتن بلال، نلعب بعد رمضان
كابتن بلال الحكم لو مش جاهز، لو مش جاهز يا كابتن اسامه، لو انت ما انتش جاهز النهارده، انت دي حقوق، حقوق نادي، حقوق نادي بيصرف فلوس لعيبه وامكانيات، لما تيجي النهارده 3 بونت بيروحوا خلاص. والراجل انا رايي ان الحنف اللي يشيلها مش البنا. ايوه ايوه انا مع عادل، الحنف اللي يشيلها مش البنا، اكتر يشيلها اكتر. يمكن الحنف اللي بيغرق البنا، الاثنين بيغرقوا بعض، ممكن الزاويه وهي ملهاش حل الا كده. الزاويه وهي جايه مع البنا ممكن يكون سعيد سمبوري، لا لا البنا شايفها، لا لا استنى، ممكن سعيد سمبوري ورامي ربيعه ممكن يكونوا مغطين عليه، بس هي بتاعت الحنفي الفار اكتر بكتير. كابتن اسامه الفار اكتر بكتير، ده ماسك الصفاره كده هيصفر بعد كره ما شاطها رامي ربيعه فوق، عامل ضربه مرمى، راح مدي ضربه مرمى، ده شايف وداري والزاويه معاه وقدامه منهم 5 6 طب الفار شافها يا كابتن، الفار اكتر. كابتن هو مفيش مساعد لمحمد الحنفي كمان. كابتن شريف بص، طاقم التحكيم بالكامل هو مسؤول عن المباراه كابتن، لما تيجي تتكلم النهارده في طاقم التحكيم في خطا تحكيمي، الطاقم كله بالكامل لا يعفى من المسؤوليه يا كابتن. طب لا يعفى من المسؤوليه. ولو الحنف قال له ما تجيش كابتن بعد اذنك، انا النهارده انا هو يروح بسأل ليه؟ بسأل سؤال، انا كحكم فار ربما انا معاييري يا كابتن بلال ان دي يستمر اللعب، انت حضرتك ما انتش الحكم اللي بياخد القرار، مين يا كابتن اسامه؟ حكم المباراه. حكم المباراه من فضلك بقول لك هات الحكم، وانا اتحدى ان البنا لو راح في لعبه دي زي في الفار هيحسب، رجع يحسب. ليه؟ احنا بنتكلم الحكام يا كابتن على معايير احتساب المخالفه. ايه هي المعايير؟ بنقول ان الايد بتكبر نطاق الجسم. الحاله دي بالله عليك حد يقول لي ان الايد هنا مش مكبره نطاق الجسم، مش خارجه عن الجسم، الايد هنا مش واضحه جدا ان هنا في مخالفه، ولكن بنقول خطا تحكيمي فادح جدا. نية واضحة. جدا نية واضحة. جدا. 3 نقاط بقول اهو في البدايه الكلام ده يا جماعه. هات لنا اللقطه تاني يا سمير لو سمحت عشان نستعرضها تاني علشان الناس اللي متابعانا والكوره بتمشي. كرة ماشية، هات بداية الهجمة من أولها علشان نوضح للناس. أيوة. إيد أيمن أشرف كانت موجودة. أيوة. فين؟ وبعد كده كابتن كانت ناصر كانت في الوضع الطبيعي يا أسامة. هنا يا كابتن ناصر كانت في الوضع الطبيعي، إحنا قلنا هي الإيد كانت في الوضع الطبيعي. أنا بحاسب اللاعب إمتى؟ ساعة ما الكرة بتروح ناحية الإيد، ساعة ما الكرة راحت اللي هي البوينت أوف كونتاكت اللي هي نقطة الاتصال أو نقطة اللمس، هنا بنشوف بنعاقبه إمتى؟ هنا خلاص يا كابتن، هنا الإيد أهي، الإيد هو كمان بيطلعها وبيشيلها كمان، ركلة جزاء واضحة، وضوح الشمس فيش فيها يعني. لا والله ده بيشرح له، بيقول له ايده جنبه. انا عايز اقول حاجه مهمه كابتن، شوف الابتكار ده، بيقول له ايده جنبه بالظبط، جت في كتفه بالظبط. يبقى انا في حاجه كده يا شريف، انت حضرتك بتقول يمكن او كابتن عادل بيتكلم على ان البنا الدنيا محجوبه عليه، لا ده هو شاف بقى كده. بيقول له انا شايف، طالما هو شاف، طالما هو شاف تمركز خطا، بيقول لك ايده جنبه تمام. يبقى اذا هنا النهارده ما كانش حد حاجه عليه، يبقى يتعلم قواعد يا كابتن. ده بيشرح له، هو شايف اهو اسامه هنا شايف، ده بيشرح له ان ايده كانت جنبه، يعني شايف كويس قوي. دليل ان الكابتن محمود البنا كمان مش شايف المباراه وتمركزه غلط، انه بيشرح للاعب النادي الاهلي حاجه ما حصلتش، اللعبه غلط وما حصلتش. بص يا كابتن، ان ايد اللاعب جنبه كابتن اسامه، وهو ما شافش ان ايد اللاعب مكبره جسمه. انا بقول في النهايه، في النهايه تاني 3 نقاط راحوا، حرام عليه يعني. 3 نقاط مجهود فريق راح، النتيجه كانت 3-2 قبل ركله الجزاء بالظبط. لو اتحسبت ركله جزاء كانت النتيجه هتكون 4-2، كانت المباراه حسمت تماما. خلص احنا بنتكلم النهارده، التحكيم النهارده لسه شايف حرم النادي الاهلي يا كابتن اسامه من ركله جزاء صحيحه واضحه جدا جدا. وانا بقول اهو، وانا تاني يا كابتن اتحدى اي حد محاضر او محلل يطلع يقول ان دي مش ركله جزاء، اتحدى ان لجنه الحكام وهي بتحلل الحاله اي فرقه غيرنا، اي فرقه غيرنا الماتش ده كانوا قفلوا بتاع ربع ساعه تلت ساعه لو اي فرقه غيرنا. صح ولا انا بتكلم غلط؟ اتفضل. لا دي لو عليك، ما كانش هيكمل، دي لو عليك كانت اتحسبت من غير ما يروح للفار في ثانيه. انا ده رايي. كابتن اسامه، هل محمد الحنفي والبنا خدوا وقتهم كمراجعه لعبه في الكره دي يا كابتن ناصر؟ انا كنت اتمنى، انا اتمنى لما يعني محمد حنفي تاني، بنقول مع احترامي لمحمد حنفي حكم كبير والبنا حكم كبير، هذه الحاله كان لابد، كان لابد الفار يا كابتن اسامه يا سيدي، بنقول لك هات الحكم شوف، صح، خلي الحكم هو ياخد القرار يا سيدي، طالما انت مش مقتنع، طالما انت مش المعايير مش ما عندكش قناعات بيها، هات الحكم يشوف ياخد القرار، يبقى الحكم اللي يشيلها دلوقتي بالظبط. ولكن انا بقول ان في النهايه ايه اللي حصل يا كابتن؟ احنا استفدنا ايه؟ الاهلي خسر 3 نقاط. الاهلي خسر 3 نقاط بخطا تحكيمي واضح وصريح، من 3-2 وركله الجزاء 4-2 ل 4-3. هو دلوقتي يا كابتن ناصر الحكم اللي بيسقط في الاختبار البدني بيتعاقب ولا بيتكرم ويقعد على الفار؟ الحنفي حصل اختبار بدني سقط فيه محمد الحنفي، هل النهارده لما حكم بيسقط في البدني
بيتم تكريمه ويقعد على الفار زي ما احنا شفنا الحنفي النهارده؟ بص يا كابتن اسامه، الاختبار البدني عشان خاطر الحكم يلعب في الميدان يا كابتن بيلعب صفاره، بما ان انت لم تجتاز الاختبار البدني فبتلعب فار على طول، مش تلعب اذا كان قرار الفار في لعبه زي دي اهم من حكم المباراه. كابتن اسامه احنا بنتكلم، انت بتتكلم في جزئيه، ولكن خلينا نتكلم، خلينا نركز يا كابتن اسامه. سواء الفار او الحكم او احنا في النهايه ايه اللي حصل؟ حركه الجزاء لم تحتسب، واضحه وضوح الشمس، ثلاث نقاط راحوا للنادي الاهلي في بدايه المشوار، خطا مؤثر وكارثي في نتيجه المباراه بما تؤثر هذه المباراه فيما بعد يا كابتن. مع ما تحطيش الحكام بيشرح انها في لعبه زي ديت واضحه جدا جدا جدا، كان من الممكن انك انت الفار تدخله مع الحكم، كانت الامور حسمت، حسمت الامور في احتساب ركله جزاء صحيحه. هنا الفار له تدخل، لم يتدخل. حالات كتيره النهارده البنا اعتقد لو راجع الماتش تاني هيشوف ان في اخطاء كتيره ومعايير كتيره كانت مختلفه في احتساب المخالفات. نشوف تاني زي ما قلت على مسؤوليتي، هذه ركله جزاء واضحه وضوح الشمس سواء على النادي الاهلي او لصالح النادي الاهلي. كابتن اسامه في النهايه اثرت في نتيجه المباراه، ثلاث نقاط، الامور يا جماعه بالشكل ده مش هتنفع. واتمنى ان يطلع فيتور بيريرا في تحليله للعبه يطلع يقول فعلا ان دي ركله جزاء. انا اعتقد لو هنا تحليل طبقا للاعتبارات هيطلع يقول ان في ركله جزاء لنادي الاهلي لم تحتسب. شوف اللعبه دي يا كابتن ناصر، الفار بيتدخل بس لما الاهلي بيسجل اهداف واهداف صحيح عشان الغالب. قال لك فاول نفس برضه لعبه كانت امام البنك الاهلي وكان هدف صحيح للنادي الاهلي، ولكن هنا تدخل الفار لالغاء الهدف. فاكر اللعبه دي بالظبط؟ هنا الفار ما كانش الحرس ده يا استاذ، الحرس لا لا البنك الاهلي، البنك الاهلي، البنك الاهلي، البنك الاهلي، البنك الاهلي، وايمن اشرف. انا كان نفسي كابتن اسامه زي ما الفار جاب الحكم في اللعبه دي، والحكم هو اللي خد القرار على فكره، والحكم هنا خد قرار باحتساب مخالفه هدف. هنا الحكم لو هنشوف يا كابتن، هنا كابتن اسامه شوف هنا، هو الحكم هنا بص ادى هدف، مين اللي جابه؟ الفار. رجع غير قراره، اذا القرار من مين؟ من الحكم. ارجع لي يا سمير بعد اذنك هات اللعبه تاني. معلش يا سمير خلاص، هنا حسمت، الفار هنا تدخل، وده اللي انا كنت بتكلم فيها كابتن اسامه. هات لي لعبه مخالفه لعب لمس الكره بايدي يا سمير بعد اذنك، الجزاء بتاعت النهارده هاتها لي كده تاني، هاتها لي كده تاني عشان بس اوريك ان الحكم هنا هو الذي ياخد القرار في النهايه سواء احتساب المخالفه او مش دي يا سمير ركله جزاء معانا خلاص. فضل. هنا بنتكلم يا كابتن تاني، هنا يا جماعه نقف 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 نقف، ارجع تاني يا سمير هنوضح تاني يا جماعه. امتى احسب ركله جزاء؟ لو هنا الكره بتروح في ايد ايمن اشرف، نمشي شويه سمير، اقف ارجع تاني يا سمير بعد ايمن اشرف. بس الحكم ازاي يا جماعه؟ هنا الايد مضمومه. تاني بنقول امتى عاقب اللعبه يا كابتن؟ لما الايد تخرج خارج نطاق الجسم، خرجت كده كبرت محيط الجسم. بص بعديها ايمن اشرف بص للحكم ازاي؟ بالظبط بالظبط، ماشي يا سمير كده، نمشي بقى تاني. ايمن اشرف هيبص للحكم ازاي؟ سؤال، المسافه ما بين الايد يا كابتن شريف والجسم، في مسافه ولا مفيش؟ ده هنا كبرت مسافه دراع، كبرت محيط الجسم ولا لا؟ ده السؤال يا جماعه، احنا بنتكلم كلام مقنع للناس. هنا لما خرجت الايد يا كابتن اسامه كبرت ولا ما كبرتش؟ كبرت طبعا، كبرت محيط الجسم. خلاص بلانتي يا كابتن، هي بلانتي رسمي خلاص. انا بقول تاني بدايه غير موفقه، تحكيم النهارده زي ما قلت وعايزين يحكموا اهلي وزمالك، ثلاث نقاط مش عارف اللي جاي هيكون ايه، ولكن يا جماعه راجعوا حساباتكم. حكم الفار والحكم لابد ان يكون في تفاهم تماما تماما في مثل هذه الحالات الصعبه، اللي لابد النهارده كان البنا يروح للفار، وانا متاكد البنا كان هيرجع يحسب مع المخالفه. معقول الحنفي شافها بعينيه وما رضاش يجيبه، او قال له تعالى والتاني عنده؟ ما هو دي القضيه دي انا نفسي اشوف اعرف، عايزين نعرف ايه يعني الحوار، ايه الحوار اللي ما يخليش حاله زي دي الفار يكلم يعني يستدعي فيها القضية. انا يعني عايز اعرف ايه الحاله، هل الحكم قال له لا 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 ده ايده جنبه وما اعرفش ايه، والتاني قال له خلاص ما دام انت شايف ايده جنبه لا هو حاجه، يبقى انا مش هستدعيك يعني عايزين نعرف ايه القصه دي. بعد اذنك كابتن شريف، بص يا كابتن اتفضل، هي حاجه من الحالتين ما لهاش تالت، اصل واحده زي دي اكيد الحنفي يشوفها زي ما احنا بنشوفها بالظبط، حاجه من الاثنين، لا الحنفي مختلف مع البنا فعلشان كده ده ولا عاوز يروح له ولا ده يجي، ودي على حساب النادي الاهلي، ادي واحد. لا الحنفي عايز يطلعه في الكره دي مش صح، ما هو انا هتجنن. لا 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 يا كابتن، لا 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 مش اصل الحنفي
كفار ما ينفعش يقول عايز يدخله هو غلط ويبقى صح. هتتحاسب عليه وقت. لا مش هيجيبه. استنى بس يا كابتن. ما جابوش. هتتحاسب عليه هو اكتر يا عادل. الحنفي. تمام محسوب على الحنفي دلوقتي. الحنفي اكتر ما تتحسب على انا ك الفار مهمته ايه؟ طب افرض الحنفي قال له تعالى هو ما جاش. يا كابتن بس استنى بس. الفار مهمته لا ما بيجيش. كابتن عادل. هنا في مصر ما بيجيش مع بعض. كابتن بلال كابتن بلال. ما بيجيش مع بعض. نحسم الامور يا كابتن. اه والله بيعندوا بعض. انا بكلمك بيعندوا بعض. طب نسمع الكابتن ده الكلام ده ما ينفعش يا كابتن. مش صح كده ان انا اقول لك تعالى وتقول لي لا مش الكلام ده مش كلام ده كابتن عادل. كابتن ناصر الكلام ده مش صح. انت عندك معلومه كابتن عادل لاني ما ينفعش الكلام ده متسجل وبيتذاع يا كابتن الهوا. محادثات الفار قبل لها برافو عليك. صح كده يا كابتن. الكلام ده متسجل يا كابتن ازاي؟ متسجل. لا يا كابتن ازاي يا كابتن عادل؟ ما كانش الحنفي معاه. لا يا كابتن اسمع كابتن ناصر كابتن عادل كابتن بلال. كابتن بلال بعد اذنك. اتفضل يا كابتن ناصر. محادثات الفار يا كابتن كلها متسجله. شفت يعني هذه الحاله كوميونيكيشن سيستم ما بين الحكم والفار هيبقى متسجل ويطلع يقول لنا ايه اللي حصل ما بين الحكم. طيب مش هيقول ماركي جراتن بيريرا زي ما كنا ماركي جراتن بيريرا كابتن بيرجا كابتن ناصر كان بيطلع يقول ايه وكان بيذيع المحادثات اللي ما بين انا حكم الفار وحكم الساحه. بالظبط عايزين نسمع في اللعبه. انا عاوز اعرف ايه الفلسفه او ايه المعايير المختلفه عند الحكم وحكم الفار. انا عاوز افهم يمكن احنا غلط يا جماعه. حد يطلع يقول لنا ممكن لجنه الحكام تطلع تذيع المحادثه اللي حصلت ما بين الحنفي والبنا زي ما كان كلاتنبرج بيذيع المحادثات كابتن في اللعبات المختلفه. مفيش ما يمنع ابدا ان النهارده الاتحاد الدوري النهارده كابتن بيطلع الحكم في اثناء المباراه يا كابتن بيشرح القرار. يعني خد ركله جزاء عن طريق الفار بيرجع من على الفار بيقول انا حسبت ليه. الكلام ده بيقوله لمين؟ للجمهور للمشاهدين لكل عناصر اللعبه كابتن. ليه؟ دي الشفافيه ودي العداله. انا اتمنى. انا بسالك يا كابتن ناصر ممكن بيريرا يعرض اللقطه دي علشان الجدل اللي بيحصل ان الناس النهارده بعد لعبه زي دي هيكون في تشكيك في التحكيم الفتره الجايه. انا اتمنى يا كابتن من هنا لعبه واضحه لعبه يعني ما مع احترامي للجميع ما فيش واحد انا عن نفسي انا متشوف فيها. بص يا كابتن اسامه انا متشوف وبقول دكتور بيريرا الخبير الاجنبي اطلع من فضلك قول لنا ايه رايك وايه هي المعايير المختلفه ما بين البنا ومحمد الحنفي. اقنعنا يا سيدي ان دي مش ركله جزاء. يمكن انت تكون صح بس احنا نفسنا يطلع هذا القرار من لجنه الحكام. المحادثه مش عيب انها تطلع يا كابتن اسامه. ركله جزاء والايد واضحه. ممكن اللقطه اللي ورا دي ما تبقاش عند البنا كابتن انس سياد. انا البنا انا عند الحنفي. مش ما عند الحنفي قصدي عند الحنفي كابتن. لا 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 كابتن الحاله واضحه جدا وموجوده في عند الفار زي ما قلت لك. هي في لغز. ايه هو؟ هل الحنفي احترامنا ليه كحكم كبير شاف ان الايد في وضع طبيعي؟ وارد كل ده يا كابتن اسامه ولكن انت كحكم ليس لديك القرار. تاني بنقول يا كابتن ده بالتاني بيقول له ايديه جنبه. ده البنا بيشرح يقول له ايديه جنبه كابتن. باي منطق ده؟ انا يعني انا مستغرب من الكلام اللي احنا بنقوله. يعني الكوره واضحه ان هي بنالتي. اي واحد ماشي في الشارع ما اشتغلش على الفار 3 دقايق ونص هيقول لك ان دي بنالتي. تمام. انا مش قصدي كده. الماتش خلص وخلاص انتهى والاهلي خسر 3-1. انا عايز اعرف هل من المعقول ان كره زي دي ما يرجعوش للفار والحكم يطلع لها بره؟ ايه السبب انه ما طلعش؟ ده انا الكلام ده اللي قلته قبل كده. انا قلت ايه؟ يطلع فيتور بيريرا كابتن اسامه النهايه. بس النهايه مش هيقول. من فضلك فيتور بيريرا انا بقول لك اهو زي ما وقفنا مع لجنه الحكام ودايما بنقف ونساند في الايجابيات. هذا خطا تحكيمي لابد انك انت تطلع تقول رايك فيه وتقول لنا ايه المعايير اللي بين الحكم والفار في اللعبه دي يا كابتن اسامه. قول لنا ايه القرار. ايه قول لنا يمكن القرار في وضع طبيعي. اعتقد زي ما قلت يا كابتن اسامه في النهايه هذه حاله لم يختلف عليها اي خبير تحكيمي. في النهايه دي ركله جزاء ضاعت لم تحتسب. خسر النادي الاهلي 3 نقاط. النادي الاهلي استفاد ايه؟ سؤال. لما النهارده بتحرم فريق من 3 نقاط مستحقه في بدايه مشوار الدوري كابتن احنا مش هنرجع تاني نبدا نقطه من اول السطر. النادي الاهلي موسمين دايما كان بينادي مركز النادي الاهلي كان بينادي دايما بالتطوير وكان دايما الاخطاء من حكم الفار. دايما النادي الاهلي بيقول يا جماعه احنا معاكم وطوروا من ادائكم واحنا في كتفكم ساندين ولكن بهذا الشكل بهذا الوضوح خطا تحكيمي كارثي. عاوز اقول يعني اثر في نتيجه المباراه وكان عزائنا الوحيد ان كل مباراه النادي الاهلي بنقول بيكسب. كابتن اسامه النادي الاهلي بيكسب الامور بتعدي بس مش كل مره مش كل مره. ادي الفريق حقه. ادي له حقه لو كسبان 4 أو 5 أو 6 ادي الفريق حقه كابتن شريف وما عندناش مشكله خالص. تدي ركله جزاء واثنين وثلاثه
حتى لو كسبان، ولكن بالشكل ده اعتقد التحكيم النهارده اثر في نتيجه المباراه. اديني حق اذا بتاخد حقك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر. شكرا كابتن اسامه. روح لفاصل، وبعد الفاصل تحليل فني مع ضيوف الكرام.